اللقاء ديال اليوم كيدخل في واحد السلسله ديال اللقاءات اللي تنظمنا حزب التقدم والاشتراكيه في افق تحضير البرنامج الانتخابي ديالو بالنسبه للتشريعيات المقبله ديال 7 اكتوبر. بالنسبه للاصلاح الجبائي تلاحظ انه بعد 30 سنه ديال التطبيق ان تم افراغ الاصلاح ديال الثمانينات بواحد المجموعه ديال المحتويات ديالو، بحيث انه لاحظنا كل سنه عبر القانون المالي ديال كل سنه كيتعطى اما امتياز او لا تقليص ديال عمليه معينه داخل النظام الجبائي حسب الظرفيه الاقتصاديه او حسب الضغوطات اللي كانوا يقوموا بها واحد الفئات معينه اللي كتعبر على العالم الاقتصاد والعالم الاجتماع. الموضوع ديال اليوم هو يتعلق بالنجاعه الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه. هذه فكره يساريه تقدميه كثيرا ما نعتمد عليها لمحاربه بعض التصورات المفرطه في الليبراليه. هناك عدم وجود عداله اجتماعيه داخل الضريبه، ومن الضريبه على الدخل، بحيث انه لاحظنا انه تقريبا 78% ديال المدخول الضريبه كيجي على طريق اقتطاع في الاجور، على خلاف التجار او المهن الحره اللي هما كيصرحوا بالمدخول كيصرحوا بالليقة. لاحظنا انه هناك ثقل ديال الضرائب الغير مباشره على مستوى الاستهلاك ديال المواطنين، حيث انه هناك رسوم الجمرك، ضريبه على القيمه المضافه والضريبه الداخليه على الاستهلاك، بحيث انه تقريبا جميع الاستهلاكات في المغرب اصبحت خاضعه للضريبه. منظورنا الى القضيه ديال التنافسيه، منظورنا القضيه ديال معالجه الاختلالات في الماليه العموميه، بطبيعه الحال حنا بطبيعه الحال خصنا نتحكموا في العجز ديال الميزانيه، ولكن في نفس الوقت هذا لا يجوز ان يكون على حساب التوازنات الاجتماعيه بل التوازنات المجتمعيه، خصوصا بعض القطاعات بحال الصحه والتعليم الى غير ذلك. اذا هذه هي الفكره اللي بغينا نتعمقوا فيها في هذا النقاش بمساهمه ديال واحد العدد المختصين المسؤولين في مقاولات عموميه وخاصه.